مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في موجز السادسه من قناه التناصح. اكد وزير الدوله لشؤون المهاجرين والنازحين بالحكومه المقترحه يوسف جلاله ان المجلس الرئاسي كلف قوه لتوفير الحمايه لسكان مدينه ورغاء عند عودتهم. واضاف جلاله في تصريح لصحيفه العربيه الجديد جاء الجمعه حيث قال ان لجنه مكلفه ستبدا وعملها الاسبوع المقبل لتهيئه المدينه نظرا لوجود مناطق غير صالحه للسكن بداخلها، موضحا انها تتكون من ممثلين عن وزارات ومؤسسات حكوميه خدميه صحيه وتعليميه. سلمت وزارة الحكم المحلي بالمحكمة المقترحة أول أمس الخميس صكوكا مالية بقيمة 10,000 دينار لكل أسرة من نازحي تورغاء المتضررين من الحريق الذي شب في مخيم السراج مطلع الشهر الجاري. هذا وذكر المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي تورغاء أن تسليم الصكوك المالية تم ظهر اليوم بحضور رئيس المجلس عبد الرحمن الشكشاك، وذلك بناء على تعليمات وزير الحكم المحلي بالحكومة المقترحة بدات قنصو أثناء زيارته التفقدية للمخيم منتصف هذا الشهر. قالت مصادر إعلامية محلية نقلا عن مصدر قضائي إن المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس قد حددت يوم 21 يناير المقبل موعدا للنظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضد حكم محكمة البيضاء، وذلك بشأن عدم مشروعية تقديم مشروع الدستور للتصويت. هذا وكانت الدائرة الإدارية في محكمة سناف البيضاء قد أصدرت خلال شهر أكتوبر الماضي حكمها في الدعوى الإدارية المقدمة لها تحت رقم 104 للعام الحالي بشأن الطعن المقدم ضد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. إلى الخبر الأخير، حيث قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الهادي بحمر السبت إن الاستفتاء على الدستور هو الخطوة الأخيرة لإكمال المسار الدستوري. وأضاف بحمر في تصريح له أن المجالس الانتقالية تقتصر وظيفتها فقط في تهيئة البلاد للمرحلة الدائمة عن طريق الاستفتاء، مؤكدا أن هذا ما قام به ما يعرف بالأعلى لدولة، ومناشدا مجلس النواب المنحل أن يقر قانون الاستفتاء، واعتبر أن تبني ما يعرف بالأعلى للدولة مقترح قانون الاستفتاء خطوة بالاتجاه الصحيح لتمكين الليبيين من ممارسة حقهم في الاستفتاء. تفاصيل أوفى على تمام السابعة لذلك الحين. إلى اللقاء.